التصريح وماذا جاء فيه، وهنرجع لكم مرة تانية. لابد أن يتم إلقاء القبض على الجناه الحقيقيين اللي أهدروا دم أبنائنا في بورسعيد. للقرار الجمهور الصادر بتفويض محافظ القناة في تحديد ساعات حظر التجوال، يعني إن المحافظ له السلطة طبقا لما يراه في ضوء تقدير الموقف الأمني من حيث استتباب الأمن من عدمه، يقلل أو يزود الفترة الزمنية بتاعت حظر التجول طبقا للتقارير الأمنية. أنا استطلعت رأي أجهزة الأمن في بورسعيد، خدت رأي الغرفة التجارية بعد طبعا ما قدرناش نعمل الاجتماع اللي أنا كنت قاعده. اللي التجار عندنا، وأنتم حضراتكم عارفين أن المدينة بتعيش على التجارة وبترتزق على التجارة، فقلنا إن يعني ندي إيه التوقيت اللي المحلات وكل المنشآت التجارية والمطاعم والكلام ده بتقعد لحد الساعة كام؟ يعني جال الرأي بتاع الغرفة التجارية إنها ممكن يعني حظر التجول يبدأ من الساعة الواحدة صباحا. أجهزة الأمن لما اتناقشت معاهم في هذا الموضوع أبدوا موافقة ليهم على إنها برضو تبدأ الساعة الواحدة صباحا، وجات لي مطالبات كتيرة إن الناس بتنزل تصلي الفجر حاضر في المساجد والكلام ده، والفجر على الساعة 5:15. فقلنا يبقى توقيت حظر التجول من الساعة الواحدة إلى الساعة 5 صباحا لمدة 4 ساعات فقط لا غير. احنا كان عندنا حظر التجول من الساعة 9 حتى. بنتابع مع حضراتكم بعد هذا التصريح أو الاتصال اللي كان بمحافظ بورسعيد بالأمس في برنامج منطقة حرة مع الزميلة نسرين صالح. هنتابع مع الزميل سعد التبعي مراسل تلفزيون القناة ببورسعيد. صباح الخير يا سعد. صباح الخير نهى، صباح الخير مريان، صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا سعد عليك وعلى كل اهالي بورسعيد. يعني كلمنا كده عن الاوضاع حاليا، هو يمكن عن كان معانا دلوقتي استعراض لكلمه المحافظ اللواء احمد عبد الله وعن تقليص ساعات حظر التجول، الحظر اللي احنا ما شفناهوش في مدن القناه اصلا. يعني هو القرار صدر لكن لم يتم الاستجابه ليه، ومحدش يعني عمله اعتبار، بالعكس كانت الناس بتنزل في موعد الحظر. يعني احنا عايزين تعليق حضرتك على ما جاء في كلمة المحافظ أمس في برنامج منطقة حرة ورد فعل شارع البورسعيدي. بالفعل نوع يمكن امبارح كمان يا مريان سيادة المحافظ كان أعلن أن يتم حوار مجتمعي في محافظة بورسعيد في الساعة 3:00، إلا أن جماهير بورسعيد اجتمعت من أجل ألا يكون هناك قوة شعبية تمثل جماهير بورسعيد، خاصة أن هذه القوة الشعبية والقوة السياسية الآن في بورسعيد ليس لها أي رصيد في الشارع، وبالتالي هم رفضوا من يتحدث باسمهم. لكن محافظ بورسعيد اللي هو احمد عبد الله التقى بمدير الامن بورسعيد والحاكم العسكري، وتم بالفعل تقليص حظر التجوال من الساعه 1:00 وحتى الساعه 5:00. انتقلنا امبارح بالامس الى المحلات التجاريه اللي فتحت، بعض المحلات التجاريه فتحت ابوابها خاصه بالفعل من وضع اقتصادي محافظ بورسعيد متدني للغايه. المواطن بيعيش يوم بيوم، وبالتالي فرق معاهم الايام الموجوده دي كلها. لكن على النقيض الجانب الاخر هناك مظاهرات وهناك احتجاجات من اجل المطالبه بحقوق شهداء بورسعيد. الكل لن ينسى شهداء بورسعيد، 38 حاله نهى، 848 كمان مصاب، كلها بطلقات ناريه، الاصابات كلها بطلقات، في ما زال يتلقى العلاج خارج بورسعيد 48 حاله. اعتقد بالفعل لابد ان يفتح هذا الملف تماما لمعرفة من المتسبب في شهداء بورسعيد حتى يكون هناك هدوء للرأي العام في بورسعيد. الكل بيطالب بحقوق بورسعيد. طيب سعد، سعد بالأمس أمطار غزيرة منذ المساء وحتى الصباح. أعتقد بالفعل هذه الأمطار مستمرة حتى الآن، وبالتالي لسه المحلات التجارية هتفتح أبوابها. الكل في انتظار ماذا تصبر عنه الساعات المقبلة، خاصة بالفعل أن جماهير بورسعيد بتئن حزينة لما هو من احداث حول اهمال شهداء بورسعيد، بل واهمال المتهمين في احداث قضيه السيد بورسعيد، حتى يرى الراي العام من هو المتسبب في مصلح الاحداث. سعد احنا يمكن جالنا اتصالات كتير من اهالي بورسعيد، هم بيقولوا ان يعني عشان ما فيش حد بيدخل ويخرج من بورسعيد كتير زي ما انت عارف، ان في مشكله في السلع الغذائيه. يعني احنا فعلا جالنا اتصالات بتقول كده، فاحنا عايزينك برضو توضح لنا الصوره دي بشكل اوضح. يعني السلع الغذائية موجودة، الأسواق كلها بتعمل بطاقتها موجودة، مفيش أي نقص في مواد غذائية، في موجود. أي الناس كان في الأول في الأيام الماضية كان عندها هلع
وبالتالي بيشتروا مواد غذائيه بكثره. بيخزنوا. طيب سعد، عايز اعرف منك برضو، يعني بالامس تم القاء القبض على مجموعه من مثير الشغب او المتهمين في افتعال لبعض الاحداث مع الامن لزياده الوضع سوءا، هل ده كان له اي مردود في الشارع؟ بالفعل التواجد الامني في محافظه بورسعيد انتشار القوات المسلحه ببورسعيد، اعتقد ده ادى نوع من الامان للمواطن ببورسعيد، ولكن الكل بيطالب بتكثيف الحملات في منطقه الزهور، في منطقه العرب، في منطقه الضواحي، في الاماكن الخطره، لكن محتاجين كثافه اكثر من القوات المسلحه في بورسعيد، خاصه لفرض حاله من الاستقرار على العناصر الاجراميه الموجوده في بعضها في محافظه بورسعيد. هناك ما زال اسلحه اليه، هناك ما زال مسجلين خطرين يثيروا الشغب، ولكن بالفعل الكل الان في بورسعيد يعني بيشيد بالقوات المسلحه من اجل دورها بالفعل الحاسم في هذه المرحله. هناك ايضا رساله حملها اهالي بورسعيد لاهالي الاسماعيليه، هم بيشكروهم بالفعل على وقفتهم معاهم في مساندتهم في المصابين اللي نقلوا الى الاسماعيليه. في شكر طبعا يا سعد، احنا اهل كلنا يعني كل مصر، هي المستشفى دي بتاعت المصريين كلهم مش بتاعت الاسماعيليه، والبورسعيدي مصري، فيعني احنا بنتمنى بس انه الظروف الامنيه تكون افضل بالنسبه لكم يا سعد، لانه بالتاكيد هناك إذا كانت هناك أزمة أو مشكلة في مواجهة التعامل مع الشرطة، فلازم نقول إن هناك مندسين وهناك أيادي خفية عندها فرصة لأنها ترتع في هذه الأوقات، فإحنا محتاجين تكاتف شعب مصر كله وخاصة شعب بورسعيد. بص برضه أنا هقول لك حاجة، إن الداخلية ضباط الشرطة في بورسعيد بيلقوا شعبية من أهالي بورسعيد، خاصة إن هم أبناء بورسعيد، أهلهم وزويهم متواجدين معهم، ليس هناك خلاف مع ضباط الشرطه والمجندين ببورسعيد، لان بالفعل اهلهم هم اللي حموا محافظه بورسعيد، وبالتالي هناك ايادي خفيه. من المسؤول عن اطلاق ده اللي احنا محتاجين نعرفه في الوقت القادم يا سعد. نتمنى ان شاء الله ان الامور تستقر. تتوقع ان النهارده هيكون برضو في لعب كوره واحتفال في بدايه خلاص الحظر اتاخر، هيبقى في التزام بالحظر؟ انا بعتقد لا، هو فعلا هناك التزام بالحظر، لكن هناك ليس هناك اي احتفالات، ولكن هناك مطالبه بحقوق شهداء بالفعل. بكره هيبقى شكله ايه يا سعد في توقعاتك؟ شايف انه في حشد للتظاهر؟ هيكون في موجود مظاهرات امام استاد بورسعيد من اجل المطالبه بحقوق شهداء بورسعيد، ده ما اكده لي الجماهير النادي المصري، بتطالب بالفعل بحقوق شهداء بورسعيد. سعد احنا اكيد هنبقى معاكم برضو، اكيد من خلال برامجنا اليوم كمان.